أهلا بكم في قناة العالمي، الاختبار التجريبي السادس في أسئلة التربوي التي تأتي منها أسئلة في امتحانات مسابقة 30,000 معلم. سؤال رقم 1: إحدى طرق التدريس الإبداعية التي تقوم على تحريك العقل من خلال إيجاد علاقات جديدة بين الأشياء التي لا توجد بينهما، أي علاقة؟ الطريقة الاستنباطية، الطريقة الاستقصائية، طريقة الإثارة العشوائية، الطريقة الاستكشافية. الإجابة هي طريقة الإثارة العشوائية. سؤال رقم 2: ما الذي يتميز بالموضوعية وذكر الآراء والحقائق؟ القصة، المحضر، الترخيص، التقرير. الإجابة هي التقرير. سؤال رقم 3: إدراك الطالب للعلاقة التي تنظم الموقف ككل والعناصر الموجودة فيها، مما سبق يشير إلى الدفعية، الاستبصار، الاشتراط الإجرائي، الاشتراط السلوكي. الإجابة هي الاستبصار. سؤال رقم 4: تشجيع المعلم لطلابه لزيادة وعيهم وحسهم بالمسؤولية داخل المدرسة وخارجها، إحدى مداخل المعرفي، السلوكي، البنائي، الإنساني. الإجابة هي البنائي. سؤال رقم 5: ترتيب مراحل النمو عند بياجيه، الحس الحركي، التفكير الرمزي، العمليات المحسوسة، العمليات التشكيلية. الحس الحركي، العمليات التشكيلية، العمليات المحسوسة، التفكير الرمزي. الحس الحركي، العمليات المحسوسة، التفكير المجرد، ما قبل العمليات. الحس الحركي، العمليات المحسوسة، العمليات التشكيلية، التفكير الرمزي. الإجابة هي الحس الحركي، التفكير الرمزي، العمليات المحسوسة، العمليات التشكيلية. سؤال رقم 6: يطلب المعلم من الطلاب إجابات فيها بيانات موجزة، ما نوع أسئلة المعلم؟ سابرة، مفتوحة، مغلقة، استنباطية. الإجابة هي مغلقة. سؤال رقم 7: لاحظ المعلم أن هناك من طلابه في الفصل من يمتلك السرعة في التذكر والحفظ، وأن هناك من يعاني من الخجل والبعض بطيء في التعلم. على المعلم التغلب على هذه المشكلة من خلال التعلم الفردي، الإلقاء والمحاضرة، التعلم التعاوني، المناقشة والحوار. الإجابة هي التعلم التعاوني. سؤال رقم 8: إشراك الطلاب في تحديد مستويات في ضوء محكات محددة وبإصدار أحكام تتعلق بمدى تحقيقهم لهذه المحكات، وإحدى خصائص التقويم الذاتي، التعاوني، البديل، التشخيصي. الإجابة هي الذاتي. سؤال رقم 9: صممت نشاطا في الدرس ستلزم قيام الطلاب باستخدام برنامج لتصميم العروض التقديمية، وعند تطبيق الدرس اكتشفت أن بعض الطلاب لا تتوفر لدي هذه المهارة. الإجراء الذي كان يجب أن يتخذه مسبقا قبل تطبيق النشاط هو شرح هذه المهارة للطلاب أثناء شرح الدرس، بيان الهدف من استخدام العروض التقديمية، معرفة عدد الطلاب المتقنين للمهارة ليعلموا زملائهم، تحديد البدائل في تخطيط الدرس في حال عدم توافر المهارة. الإجابة هي تحديد البدائل في تخطيط الدرس في حال عدم توافر المهارة. سؤال رقم 10: الديسكليسيا مصطلح في مجال صعوبات التعلم يشير تحديدا إلى عسر القراءة، اضطرابات انفعالية، الحسبة الكلامية النمائية، الاختلال الوظيفي الدماغي الأدنى. الإجابة هي عسر القراءة. سؤال رقم 11: أي الأهداف الآتية يمكن قياسها؟ أن يلم الطالب بمواضع كتابة همزة القطع، أن يدرك الطالب مواضع كتابة همزة الوصل، أن يفرق الطالب بين همزة الوصل وهمزة القطع، أن يفهم الطالب الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع. الإجابة هي أن يفرق الطالب بين همزة الوصل وهمزة القطع. سؤال رقم 12: ما هو المدى للأعداد التالية؟ 4 6 5 6 8 8 9 10. 4 5 6 7. المدى هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة، أكبر قيمة هنا 10 وأصغر قيمة 4، يبقى 10 ناقص 4 يبقى تساوي 6، يبقى الإجابة هي 6. 13: القوة الداخلة الذاتية التي تحرك سلوك الفرد لتحقيق غاية معينة من خلال
استثاراتها بعوامل نفسية أو مادية، الميول، الاتجاه، الحاجة، الدافعية. الإجابة هي الدافعية. سؤال رقم 14، الفعل يقارن ينضم إلى التركيب، التقويم، التحليل، الفهم. الإجابة هي التحليل. سؤال رقم 15، أول مرحلة من مراحل تطوير المناهج تكون من تطوير الأساليب التدريسية، تقويم مواقع المناهج الدراسية، إعداد الوسائل التعليمية وكتب الأنشطة، اطلاع على مناهج ممثلة في دول متقدمة. الإجابة هي تقويم مواقع المناهج الدراسية. سؤال رقم 16، معلم رياضيات يرغب التأكد من إتقان طلابه الضرب قبل الانتقال للقسمة. هنا استخدم إحدى أبعاد تنظيم المحتوى، وهي البعد الرأسي، البعد الأفقي، البعد السالب، البعد البيئي. الإجابة هي البعد الرأسي. سؤال رقم 17، لضمان استمرارية استخدام التقنية بطريقة إخلاقية، مما يجب تفعيله؟ تتبع مخالفي وملاحقتهم قضائيا، تطبيق عقوبات رادعة المنتهك القانون الإخلاقي، مراقبة المحتوى المنشور في التعليم بشكل عام، تنمية التحكم الذاتي والانضباط الإخلاقي. الإجابة هي تنمية التحكم الذاتي والانضباط الإخلاقي. سؤال رقم 18، من مهارات القراءة الجهرية التي تميز بها عن الصامتة، الطلاقة، تحريك الشفتين، الضبط السليم، إدراك رسم العبارة. الإجابة هي الضبط السليم. سؤال رقم 19، من الضروري أن تكون التقنية لا تنتهك الخصوصية واختيارها أداة مساعدة في التعليم، يجب أن تكون فعالة ومؤثرة في عملية التعليم. ما سبق يعد بالنسبة للتقنية إخلاقية، ثقافية، معرفية، قانونية. الإجابة هي إخلاقية. سؤال رقم 20، شعور الطالب بالقلق من أداء اختبار قياس من منظور النظرية السلوكية، يمثل هذا الشعور استجابة فطرية، طبيعية، شرطية، تلقائية. الإجابة هي شرطية. سؤال رقم 21، الانطفاء من الإنماط التي يمكن أن يستخدمها المعلم لتحقيق بيئة صفية فعالة، يقصد بها تجاهل المعلم السلوك الغير مناسب، كف المعلم السلوكيات الغير مناسبة في وقت مبكر، تأنيب المعلم للمتعلم الذي أصدر السلوك الغير مناسب منفردا، إبعاد المعلم للمتعلم الذي أصدر السلوك غير المناسب من الموقف التعليمي. الإجابة هي تجاهل المعلم السلوك الغير مناسب. سؤال رقم 22، أراء طلابك والتغذية الراجعة من زملائك كلاهما من وسائل معرفة وتحديد الاحتياجات التدريبية، الأهداف التربوية، الصلاحيات التربوية، العلاقات الإيجابية. الإجابة هي الاحتياجات التدريبية. سؤال رقم 23، الفعل الذي يدل على مستوى التركيب هو يعرف، يقارن، يقترح، يوضح. الإجابة هي يقترح. سؤال رقم 24، نموذج تعليمي يهتم باستخدام التقنية الحديثة بطريقة مختلفة، فيقوم المعلم بإعداد دروس عن طريق فيديو أو صوتيات أو غيرها من الوسائط ليطلع عليها الطلاب في منازلهم باستخدام أجهزة الحاسوب قبل حضور الدرس الذي يخصص للمناقشات ونحوها. هذا النموذج بالتعلم المباشر النشط الذاتي المقلوب. الإجابة هي المقلوب. سؤال رقم 25، معلم جمع لطلابه أحاديث عن الجار وطلب لهم استخراج قاعدة مشتركة منهم، استخدم المعلم استراتيجية القياس، التعليم الموجه، الاستقراء، الاكتشاف. الإجابة هي الاستقراء. سؤال رقم 26، يحرص معلم الفيزياء على تتبع الفعاليات المحلية والدولية للمشاركة بمنجزات طلابه، ويعمل على دعم طلابه وحث أولياء الأمور من أجل المشاركة بمنجزتهم، مما سبق يؤكد على حرص المعلم على التواصل مع أولياء الأمور، رغبة المعلم على دعم طلابه والافتخار بمنجزتهم، حث الطلاب على متابعة الفعاليات المحلية والدولية، عدم فعالية منجزات الطلاب إذ لم يشارك بها في المحافل المحلية والدولية. الإجابة هي رغبة المعلم على دعم طلابه والافتخار بمنجزتهم. سؤال رقم 27، يستخدم معامل كارنوباخ لمعرفة صدق الأداء، ثبات الأداء، العلاقة النسبية، العلاقة الإسمية. الإجابة هي ثبات الأداء. سؤال رقم 28، يقصر الشباب من تناول الوجبات السريعة ولا سيما الإنسان المعاصر، وهو سبب في صحته السيئة ومن مشكلاته المعاصرة الهاء. فمشكلة
تعود الشباب، الإنسان المعاصر، الصحة، الوجبات السريعة. الإجابة هي الإنسان المعاصر. سؤال رقم 29. ينصح المشرف الطلاب المعلم المستجد بدعم مشاركة الطلاب في اختيار أعمالهم وتوظيف تأملاتهم الذاتية في تحسين الأداء وإبراز تقدمهم الدراسي من خلال توظيف المدونات، المشروعات، ملف الأعمال، الاختبارات المقالية. الإجابة هي ملف الأعمال. سؤال رقم 30. معلم يقدم فيديو ومعلومات للدرس يشاهدها الطالب في منزله، ثم يستثمر وقت الحصة في الاستنتاجات والتعزيز المتفاعل. الفيديو التفاعلي، التعليم المبرمج، الصف المقلوب، التعليم المدمج. الإجابة هي الصف المقلوب. سؤال رقم 31. عندما يعتمد المعلم على تقديم تحضير جاهز لمدير المدرسة يدل على أنه يتهرب من واجباته المدرسية، يتبع التقنية الحديثة لاختصار الوقت، ينشر أفكار الخبراء في مجال التحضير، ينفذ آليات التحضير الحديثة على مستوى المادة. الإجابة هي يتهرب من واجباته المدرسية. سؤال رقم 32. إذا كان معامل الارتباط لدرجات الطلاب في اختبارين لمادتين مختلفين هو 8/10، هذا يعني أن العلاقة قوية بين المادتين، أن الاختبارين يتميزان بالسهولة الشديدة، أن 80% من الطلاب نجحوا في الاختبارين، الاختبارات تمتاز بالصدق والثبات. الإجابة هي العلاقة قوية بين المادتين. سؤال رقم 33. من العوامل التي تتحكم في تطوير الأداء المهني للمعلم الالتزام بالقوانين المدرسية، حسن التصرف في المواقف الصعبة، تنمية الاتجاه ذات التعلم مدى الحياة، كيفية التعامل مع الزملاء وأولياء الأمور. الإجابة هي تنمية الاتجاه ذات التعلم مدى الحياة. سؤال رقم 34. ما القاسم المشترك الأكبر للعددين 21 و56؟ 7 9 11 12. الإجابة هي 7، لأن 7 × 3 = 21 و 7 × 6 = 56. سؤال رقم 35. أي الفئات التالية لديهم حساسية عالية في الاقتراب من الآخرين؟ متلازمة داون، التوحد، الإعاقة العقلية الشديدة، اضطرابات التواصل. الإجابة هي التوحد. سؤال رقم 36. ما الإجراء المتبع إذا حصل المعلم على تقدير غير مرضي في تقرير أدائه الوظيفي؟ إنهاء الخدمات، نقل الوظيفة إدارية، الحلمان من العلاوة، النقل لمنطقة أخرى. الإجابة هي الحلمان من العلاوة. سؤال رقم 37. ما يميز الفرد في مرحلة العمليات الحسية عند بياجيه؟ التصنيف والتركيب، النمو الحس الحركي، النمو اللغوي، التفكير المجرد. الإجابة هي التصنيف والتركيب. سؤال رقم 38. أن مفهوم المدرسة الفاعلة يزيد ويفعل من دور المشاركة المجتمعية، الأنشطة المدرسية، المناهج الدراسية، برامج التوعية. الإجابة هي المشاركة المجتمعية. سؤال رقم 39. بينما كان أحد المعلمين يطبق نموذج المنظم المتقدم لتحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية، كلف المعلم طلاب الفصل أن يحددوا النقاط والجوانب التي يجد فيها اختلافا أو تشابها. أي عمليات التعلم ذو المعنى يستهدف هذا المعلم؟ التمايز التقدمي، التوفيق التكاملي، الدعم، التنظيم المتسلسل. الإجابة هي التوفيق التكاملي. سؤال رقم 40. أعد معلم علم الأرض رسالة علمية للتعرف على الصخور في محيط المدينة، فعرض عليه أحد أولياء الأمور مشاركته، وذلك لكونه متخصص في هذا المجال ويمكن أن يقدم بعض المعلومات التي تساعد الطلاب. أي من الإجراءات التالية هي الأنسب؟ يوكل له أمر الرحلة بصفته متخصصا، يعطيه دورا في الرحلة لاستثمار خبراته، يعتذر منه لكي لا يتدخل أولياء الأمور في مثل هذه الأنشطة، يتجاهل طلبه، فمشاركته قد تظهر تفوقه عليه في هذا المجال. الإجابة هي يعطيه دورا في الرحلة لاستثمار خبرته. سؤال رقم 41. يتعاون المعلمون في المدرسة بشكل تبادلي من أجل تطوير أدائهم المهني والتنمية المستدامة من خلال مراجعة المادة الدراسية، التعاون الدائم مع إدارة المدرسة، مجتمعات التعلم المهنية، التخطيط المستمر والفعال. الإجابة هي مجتمعات التعلم المهنية. سؤال رقم 42. حدث خلاف بين معلمين وغادر أحدهما المكان وظل ثلاثة معلمين
في نقد المخطئ التصرف الأمثل في هذه الحالة، البحث عن أسباب المشكلة والبدء في حلها، إبلاغ الإدارة المدرسية تفاديا لتضخم المشكلة، الاتصال بالمعلم الذي غادر وطلب عودته لحل المشكلة، نصيحة الزملاء بالكف عن الحديث والبحث عن حل المشكلة. الإجابة هي نصيحة الزملاء بالكف عن الحديث والبحث عن حل المشكلة. سؤال رقم 43. يعرف الاختبار المرجعي بأنه درجة النهاية الصغرى في الاختبار تقدير أداء الفرد وفق مستوى محدد مسبقا، تقدير أداء الفرد بالنسبة لأداء الطلاب الآخرين، محافظة الفرد على الموقع نفسه بالقياس إليه. الإجابة هي تقدير أداء الفرد بالنسبة لأداء الطلاب الآخرين. سؤال رقم 44. بدأ المعلم حصته بعرض موضوع الدرس على طلابه، ثم شجعهم على إثارة بعض التساؤلات لتنشيط العمليات فوق المعرفية بهدف معرفة ما لديهم من خبرات سابقة. بدأ كل طالب بالتفكير وسؤال نفسه، ثم بعد ذلك ناقشهم المعلم بالمعلومات المتوفرة لديهم عن الموضوع، وشجعهم على إثارة المزيد من الأسئلة التي توضح أهداف الدرس. وأخيرا ناقش المعلم طلابه للمعلومات التي توصلوا إليها وقاموا بتحليلها وتقييمها. استخدم المعلم استراتيجية من استراتيجيات ما وراء المعرفة، وهي التساؤل الذاتي، النمذجة، العصف الذهني، فكر، زواج شارك. الإجابة هي التساؤل الذاتي. سؤال رقم 45. عندما يقدم المعلم في أحد دروسه المشكلة والمواد والأدوات اللازمة لحلها وطريقة الحل، ويبقى دور الطالب في الوصول إلى النتائج والاستنتاج، وتسمى هذه الطريقة بحثا علميا، عرضا علميا، استقصاء موجه، استدلال منطقي. الإجابة هي استقصاء موجه. سؤال رقم 46. أي الآتي من الخيارات التي لا تنطبق على خرائط المفاهيم؟ تساعد خرائط المفاهيم في ربط المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية للطالب، توضح المفاهيم الأكثر عمومية في قاعدة الخريطة، تصنف المفاهيم حسب مستوياتها والعلاقة فيما بينها، تستخدم خرائط المفاهيم في التشخيص وتقييم الطلاب. الإجابة هي توضح المفاهيم الأكثر عمومية في قاعدة الخريطة. سؤال رقم 47. أي الأسئلة التالية تقيس مستويات التفكير العليا؟ ما خصائص المخلوقات الحية؟ اشرح الدورة الدموية في الإنسان. ما التصنيف العلمي لحيوان التمساح؟ ما الحلول الممكنة لمشكلة التلوث البيئي؟ الإجابة هي ما الحلول الممكنة لمشكلة التلوث البيئي. سؤال رقم 48. تعتمد الشراكة بين المدرسة والمجتمع على العديد من الأطراف، مثل إدارة المدرسة، أولياء الأمور، الطلاب، بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات وغيرها، ويعتمد على نجاح الشراكة على الاحترام المتبادر وتقدير جهود المعلمين وتعزيز المسؤولية المتبادلة. ما سبق يعني خصائص الشراكة المجتمعية بين الأسرة والمدرسة، متطلبات تفاصيل الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، المسؤولية المجتمعية وعلاقتها بالشراكة المجتمعية، مقومات الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع. الإجابة هي مقومات الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع. سؤال رقم 49. فن أدبي يعبر عن فكرة تطرأ على بال الكاتب ولا تحتاج إلى إعداد مسبق، القصة، الرسالة، المقالة، الخاطرة. الإجابة هي الخاطرة. سؤال رقم 50. أن يشارك المعلمين ومدير المدرسة والمشرف التربوي في تحديد المشكلات التي تواجههم وتحديد أوقات لمناقشتها، المشاركة في تقويم الأداء المدرسي، إشراف تربوي، اللقاءات التربوية، التعاون المدرسي. الإجابة هي اللقاءات التربوية. سؤال رقم 51. كلف المعلم طلاب بنشاط تعليمي تتطلب ضمن مرحلة توليد تخمينات ذكية لتحقيق أهداف الدرس. طبق المعلم في موقف السابق الاستراتيجية التعلم الإتقاني، الذكاءات المتعددة، حل المشكلات، التعلم بالاكتشاف. الإجابة هي حل المشكلات. سؤال رقم 52. تستخدم المعلمة أسلوب العصف الذهني في تعليم طلبتها باستمرار وتشجعهم على الانطلاق بالتفكير والتحرر من القيود أو محددات، وتشجيع طلبتها على عدم التردد في توليد أفكار غريبة. ما نوع التفكير المتوقع أن تسهم المعلمة في تطويره؟ الناقد، الإبداعي، التأملي، التعليمي. الإجابة هي الإبداعي.
سؤال رقم 53، صفوة الأفكار التي تقدم بالتقرير تكون في التمهيد، الختام، المقدمة، التحليل. الإجابة هي الختام. سؤال رقم 54، طلب معلم الفنية من طلابه أن يصمموا تغليفا جديدا من الكتب المدرسية، يصنف هذا الطلب إلى المستوى الفهم، التذكر، التطبيق، التقويم. الإجابة هي التطبيق. سؤال رقم 55، اعتقدت إحدى المعلمات عن الاختبار الدولي الذي طلب إعطاؤه للطالبات يحتاج وقت لحله يفوق الوقت المحدد، ونتيجة ذلك أعطت المعلمة الطالبات 10 دقائق إضافية ولم تخبر أحد. إنما قامت به المعلمة انتهاك ضوابط الاختبار لا يؤثر على نتائج الاختبار، تصرف صحيح نابع من حرصها ضمن صلاحيتها. الإجابة هي انتهاك ضوابط الاختبار. سؤال رقم 56، صاحب نظرية النمو المعرفي واهتم بدراسة المفهوم الأساسية عند الأطفال مثل مفهوم الأشياء ومفهوم الزمان والمكان، بياجيه، سردونيك، بندورا، سكانر. الإجابة هي بياجيه. سؤال رقم 57، المعايير التالية لها دور في استثار الدفعية الطلاب، ما عدا إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في إعداد الدروس وتقديمها، الاقتصار على نصوص الكتاب المدرسي وأنشطته، استثارة الشك العلمي لدى الطلاب، إيجاد مواقف علمية تجعل الطلاب في مواضع حيرة. الإجابة هي الاقتصار على نصوص الكتاب المقرر وأنشطته. سؤال رقم 58، يستخدم معلم اللغة العربية طريقة المناظرة في إحدى القضايا المجتمعية، حيث يقسم الطلاب إلى مجموعتين، واحدة مؤيدة والأخرى معارضة، كما يستعين بمجموعة من الطلاب كمحكمين مستقلين على كل مجموعة عرضت رأيها بالحقائق والدلائل. يهدف المعلم من استخدام هذه الطريقة تنمية التفكير الناقد، التفكير الإبداعي، حل المشكلات، اتخاذ القرار. الإجابة هي التفكير الناقد. سؤال رقم 59، لدى أحد المعلمين طالب خجول، أي مما يلي التصرف التربوي السليم مع الطالب؟ ترك الحرية له في المشاركة من عدمها، دعمه وتشجيعه على المشاركة، مراعاة ظروفه بعدم المشاركة، تحويله إلى المرشد الطلابي. الإجابة هي دعمه وتشجيعه على المشاركة. سؤال رقم 60، أي من الأفعال التالية تعتبر من مستوى التحليل؟ أن يعرف، أن يقترح، أن يقارن، أن يوضح. الإجابة هي أن يقارن. سؤال رقم 61، قسم ديوي منهج النشاط إلى قسمين قائمين على استعداد المعلم وطرق التدريس، أهداف التعليم ومحتوى المقرر، ميول التلاميذ والمواقف التعليمية، البيئة الصفية والمجتمع المدرسي. الإجابة هي ميول التلاميذ والمواقف التعليمية. سؤال رقم 62، وردت تعميمات لقطاع التعليم تشير إلى أن المادة 9 من نظام وزارة السياحة السعودي تنص على وجوب المحافظة على المواقع والأثار والتراث العمراني وعدم إصدار رخص بناء أو ترميم في أي مشروع إلا بعد حصول موافقة الوزارة. هذه النشاطات غير الصفية تصلح لتعزيز هذه القضية، ما عدا حث أصحاب المباني التراثية على تجديد مزارها، إعداد فيلم وثائقي عن المباني التراثية الموجودة في هذا الحي، توزيع مطويات بين أهالي الحي للتوعية بأهمية مبانيهم التراثية، تقديم مبادرات لتحويل المباني التراثية إلى مباني حديثة. الإجابة هي تقديم مبادرات لتحويل المباني التراثية إلى مباني حديثة. سؤال رقم 63، أي من البنود الآتية يتعارض مع قواعد وإجراءات النشاط المدرسي في المدارس؟ يسمح باستخدام بعض الحصص لممارسة النشاط المدرسي، يقام النشاط المدرسي داخل المدرسة في الأوقات المخصصة لها، تكون أعمال الطلاب من لوحات نحوها من عملهم هم لا عمل غيرهم، لا تعرض لوحات الطلاب إلا بعد التأكد من سلامتها من الأخطاء اللغوية. الإجابة هي يسمح باستخدام بعض الحصص لممارسة النشاط المدرسي. سؤال رقم 64، تؤكد إحدى المدارس النفسية أن الطالب حر بطبيعته وأن يسعى نحو التقدم وتحقيق الذات، ما أبرز تطبيق يجب أن يراعيه؟ ضرورة إتاحة الفرصة للطلاب لتفريغ انفعالاتهم، التوكيد على التعزيز الإيجابي والابتعاد عن التعزيز السلبي، ضرورة توفير بيئة صفية آمنة، تعزيز جوانب التنمية لدى الطلاب. الإجابة هي ضرورة توفير بيئة صفية آمنة. سؤال رقم 65،
أي مما يلي يعد من الشروط المهمة في بناء علاقات إيجابية بين المعلم وطلابه وتشجيع الاحترام المتبادل: عدم السماح بارتكاب الأخطاء داخل الفصل، الاهتمام بإنجازات الطلاب الحالية دون الماضية، التجاوب بانتظام مع المواقف السلبية والإيجابية، الشدة خصوصا مع الطلاب المراهقين والأكبر سنا. الإجابة هي التجاوب بانتظام مع المواقف السلبية والإيجابية. سؤال رقم 66: الشروط الآتية يجب مراعاتها عند تحديد أهداف التعلم وصياغتها، ما عدا عدد الطلاب، خبرات الطلاب السابقة، المستوى العقلي للطلاب، الوسائل التعليمية المتوفرة. الإجابة هي عدد الطلاب. سؤال رقم 67: طالب زعل زميله في الفصل وخرب المقعد في الفصل وتم تحويله للموجه الطلابي وطلب منه الاعتذار من زميله ووضع كرسي جديد، ما الأسلوب الذي استخدمه الموجه؟ تصحيح زائد إقصاء تكلفة الاستجابة التعزيز السلبي. الإجابة هي تصحيح زائد. سؤال رقم 68: يساعد التقييم الذاتي للمعلم على تحقيق أهداف منها تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلاب، توجيه عمليات التطوير المهني للمعلم، الاستغناء عن ملاحظات المشرفين، تنمية التطورات المعرفية والعلمية. الإجابة هي الاستغناء عن ملاحظات المشرفين. سؤال رقم 69: يشارك أحد الطلاب في النقاشات الصفية بفاعلية ولكنه يتجنب المشاركة في المهمات الكتابية مثل الإجابة عن أسئلة المقالية أو تلخيص الأفكار، وعندما نقشت هذا الموضوع مع الطالب ذكر بأنه ضعيف في الكتابة وأن هذا الضعف رافقه من الصفوف السابقة ولن يكون مقدور تحسين كتابته. الطالب يعاني من التردد، بطء التعلم، الإحباط، عجز التعلم. الإجابة هي الإحباط. سؤال رقم 70: المجال الذي يهتم بالاتجاهات والميول والاهتمامات هو المجال الحركي الوجداني المعرفي جميع ما سبق. الإجابة هي الوجداني. بعد كده نضغط على إرسال، نضغط على عرض النتيجة، هتظهر معاكم النتيجة زي ما انتم شايفين كده. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.